علينا حمزة. اقعد يا سليم. الدكتور غير له الدواء، الدواء القديم جسمه خد عليه، هيبقى كويس. قول لي يا سليم، كان قدامك فرصة بعد ما هربت من السجن تهرب بره البلد، ما هربتش ليه؟ كان قدامك فرصة تقتلني يا سليم، ما قتلتنيش ليه؟ مش دلوقتي. تطلع المستشفى دلوقتي، تاخد معاك قوات كافية، عايزك تحاصر المكان كويس بحيث ما تديش فرصة لسليم يخرج منه بأي طريقة. سيادتك هنحاصر المستشفى ليه يا فندم؟ أنا كنت بفكر في إن احنا نخش المكان نجيبه من جوه ونخلص. ما تعملش حاجة من نفسك، دي مستشفى، عارف يعني إيه مستشفى؟ أنت تحاصر المكان وبس، يا إما حمزة يطلع بسليم يا إما تكلمني وهقول لك تعمل إيه، مفهوم؟ مفهوم سيادتك. شيخ جابر، سليم راح يزور ابوه في المستشفى والبوليس طلع وراه دلوقتي عشان يقبض عليه. تخططوا ليه يا سليم؟ ناويين على ايه؟ وأسئلة تانية كتير هتفضل تسألها لي مع إنك عارف ومتأكد إن أنا مش هجاوبك عليها. بس أديك بتشتري وقت لغاية لما أصحابك يوصلوا. إلا صحيح ومتأخرة أوي كده ليه؟ لو سمحت جوه بعد إذن حضرتك، اتفضلي جوه. جوه. شكرا مصطفى. تمام يا فندم. قفل لي كل المخارج والمداخل بتاعت المستشفى، محدش يدخل او يخرج، مفيش خرم ابره اتساب. يلا. تمام يا فندم. محمد. نعم يا فندم. هات لي مدير المستشفى هنا حالا. حاضر يا فندم. الموضوع خلصان يا سليم، سلم على ابوك، اخر مره هتشوفه فيها. محدش عارف. ايه ده؟ خليكم مكانكم ما تتحركوش، وانتوا تعالوا معايا اعملوا المخارج والمداخل. يلا. اطلع. مش موجود. دورت عليه في كل الاوض ما لقيتوش. هرب ابن الكلب. هرب ازاي بس؟ ما انت كان لازم ما تخليهوش يخرج. كان لازم تعمل من كل المخارج يا بهاء. الله عليك يا حمزه باشا، ما هو كان معاك ما عجزتوش ليه؟ ضحك علينا هو والهنم بتاعته؟ خلانا نفتكر ان هو راح يقابلها ويجي هو هنا عشان يقابل ابوه، بس وشرف امي ما انا سايبها، انا هرجع لها تاني واخليها تتكلم. بهاء. انت قبضت على غادة بهاء؟ قبضت عليها. عندك مشكلة؟
كانت فرصة. لما نبقى عارفين سليم فين وامتى تبقى فرصة. ما كانش ينفع ابدا نسيبها تضيع من ايدينا. تحطوا حراسة على اوضة فواز في المستشفى 24 ساعة. ولازم تعرفوا اللي داخل واللي خارج يبقى مين. اما بقى بالنسبة لغادة، يا فندم غادة هي اللي ساعدت سليم. انا من الاول قلت لكم يا فندم غادة ما ساعدتش سليم، غادة ساعدتنا. أنا قلت لهم إن أنتي ساعدتيني وقلتي لي إن سليم رايح يزور أبوه في المستشفى. كده أنتي قدامهم مش غلطانة في أي حاجة. عملت كده ليه؟ يعني مش عارفة ليه. اللي مطلوب مني دلوقتي؟ ولا حاجة. ولا أي حاجة يا غادة، لو عايزة تمشي اتفضلي محدش هيمنعك. غادة، غادة انا حاولت اعتذر لك كتير قوي، حاولت اقابلك علشان اشرح لك ان اللي حصل ده كان غصب عني. انت عارفه طبعا ان انا مستحيل كنت اقصد ان والله ما فيهم عدى قدرت انسى ولا حتى سامح نفسي. أنا آسف. إني عارف ومتأكد إنك مش هتسامحي، بس أنا آسف. إذا لو قررتي تشتغلي مع سليم تبقي كده هتشتغلي ضدنا. ساعتها مش هقدر أعمل لك أي حاجة. فاهمة طبعا. ينفع امشي دلوقتي؟ طبعا يا سيد. عملت ايه؟ سبتها تمشي يا فندم. ماشي، ما تبقاش تدار عليا تاني يا حمزه. يا فندم انا عملت كده علشان انا ما يهمنيش انت عملت كده ليه، ما دمت في الاخر بتوصل اللي احنا عايزينه. انا ما رضيتش اكلمك قدام بهاء، بس اعمل حسابك من هنا ورايح غاده دي هتكون مسؤوليتك انت، فاهم؟ اه مش ساعتك يا فندم. المهم انا عايزك تروح للي هو صبري بيته وتعمل اللي هقول لك عليه. قلت لك ما تروحش المستشفى وبرضه ما سمعتش كلامي ونفذت اللي في دماغك. وانا قلت لك ان هو لوحده وانا مش هينفع اسيبه. ايه الكلام اللي بقوله لك يا سليم؟ لازم يتنفذ. في ايه؟ في يا شيخ جابر؟ انت فاكرني واحد من رجالتك لما هتديله امر يقول لك سمعا وطاعا مولانا ولا ايه؟ انا بشتغل معاك مش بشتغل عندك. ده كان اتفقنا من الاول. سليم اتفقنا اننا نساعدك تاخد حقك في نفس الوقت تنفذ اللي يطلب منك. دي قصاد دي. لو اتقبض عليك دلوقتي هنعمل ايه؟ ما اتقبضش عليا لان انا كنت مخطط كل حاجه وعارف كويس انا بعمل ايه. وليه يا ابني تخاطر اصلا؟ عشان اللي في المستشفى ده يبقى ابويا. ماشي يا سليم، اديك شفته يا ابني واطمنت عليه. ممكن تهدى بقى لغايه ما نخلص اللي ورانا؟ ان شاء الله. مش هناكل لقمة بقى مع بعض؟ أغير هدومي وأجي أكل معاكم. الله 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 الله. هو أنت هنا؟ ده أنا كنت لسه هكلمك. أقعد أقعد. ربنا يخلي حضرتك، اتفضل. أنا تحت أمرك أي وقت أنت عارف. يا أهلا بيك يا أهلا بيك بيتك. طمني الأخبار إيه بقى؟ سليم كلمك ولا لسه؟ لا. بس تقابلنا. قابلته ازاي؟ كان رايح لابوه في المستشفى وانا كنت مستنيه هناك.
لكن للاسف هرب. وانت ما كنتش عامل حسابك ليه؟ ينفع كده؟ كان لازم تعمل حسابك. قول لي بقى، انتوا بتعملوا ايه دلوقتي يعني؟ بتفكروا ازاي؟ الخطه بتاعتكم ايه؟ الدكتور حسن